لا يرجع يقعد على الدكة. طيب بداية أنا عايز أقول لك إن أنت بتقول كم واحد بس، يعني تعقيبا على كلامك، كم واحد يشيل الفرقة لو العمود الفقري بتاع الفرقة اللي هو الحارس والسردباكين والديفندر وراس حربة دول واقفين على رجلهم في المباراة هيقدروا يشيلوا فرقة؟ طيب لو احنا ماشي؟ اقل عدد فيهم أربعة معاك توفيق كمان، اربعه ومعاك توفيق عشان بس ما بقاش كداب. مهم جدا ماشي؟ كنت تقول لي حاجه زي ادي حاجه دي، ادي رقم واحد، رقم دي وجهات نظر يعني، دي وجهه نظر. لا هي انت بتتكلم صح، لان الحارس المرمى لو مش فايق دي مشكله كبيره، سرد باكين لو مش فايقين مشكله اكبر واكبر، ديفندر هتلاقي الكره راحت على طول عشان في الكرات الثانيه، والراس حربة عشان راس حربة ممكن ها لو مش فايق مفيش مشكله. المهم ارجع اقول لك ان بعد تالق مصطفى شوبير اكاد اقسم لك بالله ان مصطفى شوبير هو اللي هيلعب في البطوله الوديه الدوليه، يمكن يعني انا قلت الكلام ده على الهوا. محدش هيلعب عليه في البطوله الدوليه اللي هتبقى في المنتخب، محدش هيلعب عليه في الدوري المصري، ما اعتقدش ان في حد هيلعب عليه في الدوري المصري. يمكن كابتن ابو الدهب قال لي ممكن يبقى عندك حق، الكلام ده كان بره الهوا. قلت له انا متاكد ان كابتن حسام هياخده وهيلعبه. ليه هيلعبه؟ لسببين. احنا عندنا الحته دي بتعدي 35 سنه 34 سنه. يعني مين اللي في الصوره بعد الشناوي؟ كان ابو جبل 34 سنه، احمد الشناوي 34 سنه، بسام 34 سنه، المهدي سليمان 35 سنه، الهاني سليمان 39 سنه. مفيش حد صغير غير محمد صبحي. عشان كده انت عندك، بص عندك ثلاث حراس، يعني انت تتكلم على بسام حارس مرمى كويس، عندك عواد تمام، محمد عواد ده يستاهل وده مظلوم دايما تمام في منتخب مصر تمام، وعندك مصطفى شوبير تمام. ليه انا بقول لك كده يا كابتن؟ عشان ما نرجعش نقول تاني احنا ما عندناش الا حارس واحد، ولما يتصاب بنقعد نحط ايدينا على قلبنا ودماغنا ونقول ان احنا ما عندناش حارس مرمى. لكن انت دلوقتي اتت الفرصه للكابتن حسام حسن ان انت يبقى عندك ثلاث اربع حراس جيدين تقدر تعتمد عليهم الفتره اللي جايه. وخلي بالك والايام بتثبت ان انت عندك الوقت مصطفى شوبير لما بيقف للنادي الاهلي وبيأدي بشكل جيد بافريقيا، لا لازم بياخد فرصه. نفس الطريقه بسام، نفس الطريقه محمد عواد. بسام مش عاجبني الماتشين فات ماشي، بس مع فاروق انت يعني احمد حارس افضل مرمى من كده، ما احمد كان حارس مرمى لما بيجي يلعب ويتالق بشكل جيد ويجي يقعد على الدكه تاني اكيد بيهمد، اكيد بيزعل. ده اللي حصل مع علي لطفي لو تفتكر في فتره من الفترات، ان علي لطفي لما وقف ماتش الزمالك وكسب وصد ضرب الجزاء وتألق وجي شوبير الشناوي راح لاعب، فبتحصل همدان عند بعض اللاعبين. لكن انا بكلمك استمراريه مصطفى شوبير في حراسه مرمى النادي الاهلي ده مطلب للفتره اللي جايه، لانه بيأدي وبيأدي بشكل جيد. مش ان انت تستنى لما يبقى ياخد تلعب اضطراري وبعدين تلعب. طيب كمل لي المعلومه كابتن بخصوص الشناوي وعودته. فالشناوي كده كده ان شاء الله مش قبل 3 شهور صحيح. تمام. في الفترة دي شوبير ممكن يلعب له مثلا ولو 20 مباراة، لأن احنا هنلعب كل 3 أيام مباراة. هنا النقطة. طب اسمعني بس، قول لي. كتر المباريات بيزود الخبرات عند الحارس. طبعا. الحارس بيقاس بعدد ساعات اللعب تحت الثلاث خشبات، بمعنى كل ما عدد ساعات اللعب بتزيد تحت الثلاث خشبات خبراته بتعلى، قدراته الذهنية والبدنية بتعلى، في نفس الوقت حسن التصرف عنده بيعلى. دي نقطة إيجابية. شوبير لا ينقصه غير تواجده في الملعب. الناس هتقول انت طالع انت التربيت بتطبل وبتاعنا، مش بتاع الكلام ده يعني. دي اول عشان حاجه، دي اول حاجه. مصطفى حارس كويس جدا جدا جدا، ودايما اقول عليه كده، ينقصه اللعب فقط. واعتقد الفرصه جات له باصابه الشناوي، زي ما كابتن شوبير قعد لاعب لحد ما عصام، لحد ما كابتن شوبير اتصاب في مباراه المريخ، نزل عصام وقعد بعديها يلعب 6-7 شهور. لما جه كابتن شوبير يرجع ما لحقش نفسه او ما لقاش نفسه. حضرتك حضرت كانت اصابه طويله، كانت خلع في الكتف. ماشي، انا ما عارف، ما هو نفس على فكره، هي نفس اصابه الشناوي تقريبا، خلع في الكتف. كابتن شوبير ده نزل على كتفه. عصام كان بدايته بطوله ايه يا احمد؟ بطولة عربية. بطولة العربية النخبة اللي في المغرب. لا كانت هنا في القاهرة. لا في بطولة لا لا أول مباراة ليا كابتن شوبير. بطولة عربية في لا بص أنا فاكر كويس. والله أول هو لاعب النخبة اللي في المغرب اللي احنا كسبناها كأس السوبر. أنا والله العظيم الماتش كان بطولة عربية، أنا بحلف بالله كان ماتش بطولة عربية وكسبنا 1-0 وكان واقف بشنبه. أيا كان البطولة، أيا كان واقف بشنبه وبنطلونه وكان كابتن الكاميرا وبكسبنا. البطولة كان مصطفى كمال اللي وقف فترة مارسا تونس. هو كان معاه مصر يا كابتن. المهم يعني كل اللي اقدر اقوله ان شاء الله مصطفى لو استمر على كميه اللعب دي، وده الكلام اللي انا قلته للكابتن ابو الدهب بره، قلت له هل الشناوي لما ابتدى معانا كان كده؟ لا، بس مع لعبه في النادي الاهلي ابتدى يعلى قوي.
هو ده بقى مصطفى جون كويس، كتر اللعب في فترات قصيره هتخليه يروح في حته. فرصه فيه. مهمه جدا لمصطفى قصدك يعني. لو ما مسكش فيها هيزعل هو اللي هيزعل على نفسه. عنده ميزه كويسه كمان يا احمد، ان هو حتى لما غلط في وقت من الاوقات في ماتش سيراميكا لو تفتكر، او فيوتشر اللي هو في سيراميكا الصوبه، صلح من اخطائه، بقى بيلعب الكره السهله، حتى لما بيمسك الكره وبيسندها لا يا بيشيلها يا بيبصها صح، ما بيستناش عليها. هو ده الذكاء يا فاروق، ان انت لما بتخطا لازم تصلح خطاك، ان انت بتنسي الناس بسرعه الخطا اللي انت عملته، وده اللي احنا شفناه من شوبير. الحاجه الثانيه انه بيلعب برجله كويس، يعني هو بيتحرك كويس، بيلعب برجله كويس، فدي يمكن حاجه كويسه هتساعده طبعا، هتساعده بشكل كبير. طب هرجع لك يا فوز. تمام، رجوع الشناوي، ما برضو انا حارس كبير. ماشي رجوع الشناوي ده ما هيعمل ضغط على شوبير من قبل ما يعني قبليها مثلا بماتشين ثلاثه. خلينا نقول ولازم نبقى معترفين ومقتنعين ان شناوي رقم واحد ومصطفى شوبير رقم اثنين. اي مدير فني في الدنيا، اي مدير فني في الدنيا بيجي في اول السنه يقول انا عندي واحد كذا. جميل كذا. جميل طبعا. تمام؟ طبعا. لما يرجع لكولر كولر اللي هيحدد، ولا مصطفى ولا شناوي. ومش ممكن اداره النادي تحدد؟ لا استحاله. استحاله ان الاداره عمرها ما بتتدخل. بس خلينا نتفق، ممكن اقول حاجه، في اداره النادي الاهلي عمرها ما بتتدخل. قرر عصام الحضري لما لعب خلاص مش هو الاب ديت دلوقتي؟ في تعاون اكيد ما بين الاداره بس لا كابتن، لا يا حبيبي لا كابتن شوبير كان متصاب واصابه طويله 6-7 شهور.